تعرف على حضرتك؟ انا اسمي مالك. مالك، انا شفت النهارده مشهد كده يعني كان غريب، واحد ملتحي وليه شعر كده وناس اتلمت عليه شباب، وكان بيقول عايز اعرف من القصه منك، انا شفتها بس عايز اسمع منك. هو انا كنت واقف، الولد ده كان جايب ناس من المنطقه دي، وانت جاي من عند عمر مكرم، جايب خليجيين وكده، فناس وقفت الشابين خليجيين، هو تقريبا عايز يستغلهم بحاجه او يقول الوقفه دي كانت هم الخليجيين والسعوديين والكلام اللي هم بيقولوه ده في المسيحيين يعني. فلقيت شيخ هنا سلفي جابه، قال الاثنين الخليجيين خلي بالكم، الولد ده من موقع ما اعرفش اسمه صوت الحق والضلال، وقال له، فقال لهم يعني بلاش يعني يستغلكم بحاجه وخلي بالكم منه بس. فهو الولد قاعد يقول لهم انتوا، قاعد يتهجم عليهم وما اعرفش، وقاعد يشتم، وعشان انا مسيحي، وقاعد يعمل صليب كده. طب يا ابني انت مسيحي؟ هو فعلا في، انا استغربت، انا برضو استغربت جدا، انت ازاي مسيحي يا ابني وانت مربي دقنك كبيره كده وايه يعني؟ انا مش عارف. فتقريبا هو كان يعني الشباب بيقولوا ان هو كان ماشي معاهم في المظاهره وبيصوروا كده، وتقريبا عايز يعمل حاجه، او انا ده اللي انا حسيته يعني. فقعد بقى يعمل يقول ان انا مسيحي وانتوا عملتوا، قالوا له لا انت بتسب النبي صلى الله عليه وسلم وبتسب امهات المسلمين وكده، فعشان كده احنا واخدين موقف. انما حد اعتدى عليه؟ لا، ما حدش كلمه ولا حد قاله. قال له انت ما تغلطش في النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص احنا ماشيين. فقعد يهلل بقى، وانت ما اعرفش هتضربني وما اعرفش، قاعد يقول لواحد سلفي هنا من اللي هم بتقول يعني انتوا عايزين تضربوني عشان انا مسيحي. قالوا والناس واقفه. انا بسالك على سن، انت شاهد عيان، هل فعلا حد ضربه؟ ولا حد كلمه، ولا حد كلمه، بس بيقولوا له بس ما تشتمش بس يعني. يعني هم قالوا له يا ابني ما تشتمش. حتى كان في مسيحيين واقفين، قالوا له طب ما ده مسيحي وده مسيحي وده مسيحي، والناس كلها متعايشه معانا وما قلناش لده حاجه ولا ده حاجه ولا ده حاجه. اسمه ايه؟ انا بصراحه مش متذكر يعني مش قادر ان انا افتكر اسمه. والحمد لله الموقف اتلم ومفيش حاجه يعني، محدش استجاب حاجه، وقالوا له امشي وكده وخلاص وبتاع. وهم تقريبا صوروه يعني، اللي هم الشيوخ صوروه واخد بالك، وقالوا هينزلوا صورته ما اعرفش في موقع كده وحاجه، بحيث ما يعملش فتنه تاني، بحيث ما يعملش فتنه او ما يدخلش في مثلا عاملين وقفه، عاملين مؤتمر، عاملين حاجه، ما يتكلمش ويقول ده السلفيين عملوا، هو يبقى واحد واقف بدقن ويلبسها فيهم يعني. بس يعني هو عايز تقول هو بيمتحن شخصيه السلفي؟ يعني هو كان واقف وجايب سعوديين يعني انا غريب جدا، هو واحد مسيحي بدقن. انا مستغرب جدا ازاي يعني. انا حتى شايفه يعني، لو قلنا السيس هنقول مبلوعة، لو قلنا مثلا راهب هنقول مبلوعة، لو قلنا مش عارف مين بابا ولا بتاع هنقول مبلوعة، بس ده واحد مسيحي عادي ومربي دقن وداخل في وسط المظاهرة. طب وليه يعني؟ انا مستغرب، وليه ياخد خليجيين وليه مثلا كده؟ هم بيقولوا كلام برضو اللي هم السلفيين بدون بيقولوا ايه، ان هو ممكن بيستغلوا الناس دي، يفضلوا يقولوا لهم مثلا انتوا عملتوا حاجة، انتوا مثلا المظاهرة كلها سعوديين، هم بيقولوا كده يعني. فانا انا ما اعرفش هو اللي بيحصل ايه. شكرا فندم. شكرا. نتعرف على حضرتك. نتعرف عليك. الاخ ده من غريب. النهارده حصل كده مناوشات كده بسيطه مع بعض، احنا كنا ماشيين لقينا واحد انا عارفه كان معانا في البي بي سي في برنامج ساعه صفا. اسمه ايه؟ انا مش عارف اسمه، تقريبا اسمه ما اعرفش اسمه ايه بصراحه، بس شفته ماشي ومربي دقنه ومربي شنبه وماشي، قاعد بيقول احنا، قاعد بيكلم ناس سعوديين ما اعرفش هو بيعمل ايه. وبعدين بطريقه استفزازيه كان معدي، حضرتك شفت دوت بعينك، راح رامي نفسه وقال بيضربوني اهو بيضربني. حضرتك نفسك رحت قلت له مين اللي ضربك؟ محدش ضربك. وهديت الموقف وقلت لنا يا جماعه امشوا. مشينا، قعد برده يستفز فينا ويروح عند الكاميرات اللي واقفه يقعد يقول ان المسلمين بيضربوني، شيخ بيضربوني عشان خاطر انا مسيحي مش عارف ايه. حضرتك بتاخده وتمشيه، بيروح راجع تاني يقف بعيد، يفضل يعمل اشارات استفزازيه. طبعا احنا ما احتكناش بيه وسبناه لله سبحانه وتعالى، عشان احنا اخلاقنا ما تسمحش بكده. بس حضرتك شاهد على الموقف يعني، هو رمى نفسه في وسط الناس. احنا النهارده عاملين يوم لابو يحيى الواحد اسير، لا حد شتم في النصارى ولا حد شتم في شنوده ولا حد عمل اي حاجه، ليه الاستفزاز دوت؟ ليه يعني ليه اللي هم بيعملوه دوت؟ ليه ينزل في موقف زي ده؟ افرض حد مثلا اعتاد عليه ولا حاجه، ليه بيحاولوا يعملوا اشعال بين الاسلاميين وبين مثلا المجلس العسكري؟ انا شايف ما حدش تجاوب معاه من الناس وكلهم اقتنعوا بكلامك وما حدش. اما حضرتك انت دلوقتي، حضرتك جيت، حضرتك مثلا راجل كبير، قلت يا جماعه خلاص سيبوه. حضرتك رحت انت اللي خليت الناس هديت، قلت لهم يا جماعه الناس دي ما حدش عارف منه، ده هو اللي رامي نفسه قدامه.
لولا كده الناس جايه تصدق ان احنا ضربناه. في ناس عاديه كانت هتمسك فيه تضربه ان انا خلاص يا جماعه لو سمحتوا سيبوه. الناس قالوا لا هنضربه ده سب النبي ومش عارف بيشتم وقاعد بيسب ويشتم. الناس عاديه خالص كانت واقفه في الوقفه بتاعه فلسطين عاوزين يمسكوه عشان يضربوه. احنا مشيناه وقلنا لهم خلاص لان طبعا لو الناس ضربته هيروح يقول الشيوخ ضربوني والسلفيين ضربوني. وحضرتك كنت شايف ان هو قاعد بيفتري انا كنت واقف جنبه حضرتك قال اي ضربني حضرتك قلت لهم قربش منك حضرتك خدته قلت له عيب كده بس حضرتك ده اللي حصل فينا يعني هم ليه بيعملوا كده هو بيقول ان هم موقع الحق والضلال فيعني ايه الاستفزاز دوت هي دي هو ده اللي طب يعني الحمد لله ما فيش اي مشاكل تبعاته خلص الموضوع الحمد لله متعودين منهم على كده وبنعرف نتعامل معهم كويس وامرهم الى الله سبحانه وتعالى شكرا.